نظمت المؤسسة الابتدائية القلايين والتي تقع على طريق الملاليين بتطوان حفلا ثقافيا مميزا لفائدة التلاميذ إحياء لذكرى المسيرة الخضراء. وقد عرف الحفل حضور وازن من فعاليات المجتمع المدني والأطر التعليمية، إضافة إلى آباء وأولياء التلاميذ الذين أبوا إلا أن يشاركوا أبنائهم الفرحة في هذا اليوم الثقافي المميز. واستهلت الأمسية بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامع الحضور تلميذ من المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحفل الحمد لله كان في الأمور بخير، داز على ما يرام. الاستجابة كانت لا من طرف ديال الآباء ولا من طرف ديال السلطات، والسلطات اللي كان يعني بها القطاع ديالنا، يعني ما كانش شي معارضة ولا شي حاجة، والحمد لله الأمور دازت على ما يرام. كان تخليدا للذكرى ديال المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال لتنمية روح المواطنة لدى الطفل. وبعدها قدم الأستاذ وقيدوم المؤسسة محمد أهراو قصيدة تحت عنوان مسيرة أمة وشعب. تلتها بعد ذلك تقديم عروض بهلوانية مرحة مع فقرات فكاهية شيقة والتي لقيت استحسان كبير من طرف الحضور. كما تم عرض مسرحية شعبية هادفة تحت عنوان البدوي والطبيبة، قدمها ثلث من تلامذة المؤسسة التربوية. وتم توزيع أطباق من الحلويات والعصائر على كل من حضر الأمسية الثقافية. وهدف الحفل إلى إرساخ مفاهيم قيمة للأطفال وحثهم على حب الوطن والتشبث بالوحدة الترابية لمملكتنا المغربية والاقتداء بذكرى المسيرة الخضراء المجيدة باعتبارها ملحمة الصمود وكفاح ملك وشعب.